تغسلي النهارده يا ام لبنى؟ اعمل ايه، سيد نازل اجازه من الجيش وجايب هدوم ياما وعايزه اغسلها. يا اختي ان شاء الله تغسلي له يوم فرح. ربنا يخليك، بس القلب على القلب رحم. كنت تقولي لي احط حته مشمع بدل ما الغسيل يتمرمط. ما تجيبي بنت الهدمه اللي عليكي دي احسن حالك معايا. مفيش وقت يا نوجه، وبعدين دي ما بقالهاش اسبوع عليا، وسيبيني بقى اذاكر، عندي مذاكره قد كده، بكره اول يوم في امتحانات الميد ترم. عملت ايه يا معلم سالم؟ يا دي اهبل، الاجتماعات المغلقه اللي زي دي ما بتتذاعش على الهواء. طمن انت الجمهور. اطمنوا يا جماعه، المعلم سالم بيقول لكم كل حاجه جايه بكره، واذا ما جاتش هنولعها. يلا يلا بينا يا جدعان. ياكش تخرب. يلا خير يما، مالك؟ استهدي بالله. خدوا فرشتي، خدوا اكل عيشي، اكل عدالي منين؟ اروح فين؟ مش مسوي حاجه النهارده، واللي خلقك اللي جابها لك معايا. الله يستر عرضك، الله يستر عرضك يا ابني. ربنا يخليك يا حبيبي. ساكنه فين يما عشان اوصلك؟ انا ساكنه في شبرا. شبرا؟ لا شبرا بعيد، اتشعبط لك انت في اي حاجه. ايه خطفتك انا؟ ها شبرا دي اجدع ناس، يعني مسره، يعني الترعه البوليه، يعني دوران شبرا.